بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير المسجد. وحباب هاي أورك من نفك الجيلة إن مسجدك لقلنك لدي حاجية بايت ما دخ. أخبرنا سليمان داود المهري المصري عن ابن وهب عبد الله قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وطواف رسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وداع حجك سقوتك يؤدم بي سنة في طبنار أي نبغ مركزي طوافي على بعير نفجير يقطع وافدشه سيستلم أصدق سلامه الركن يركن اليمانية أو الركن الحجر الأسود. ركن قادير لإطلاق الحجر الأسود كاللوجي ذا الركن أي الحجر الأسود والنبي سلامه بمحجن البكورة أي يكون سلامه رواية مسلم ويقبل المحجن أشو مركا دون كان هاي في كتاب الحجن وكو إمان دون حديثك إن شاء الله تعالى. مرة دي نبو قطوة في على بعير تاوحا كلا زمي مسجد الحرام قده إذا إن تتوقو صوق لي نبو غير هانا ومركا مسجد قده وطواف هاي وريد هاي أم سلمة وقرر إذا في صحيح أنه يدو الراكب ويدو طواف تي مركا واحدة ما لها علماء كقات مركا إن كايدا يصال ذا حولها هلبه ذا العنى حلاشة أي لدقضو إيه وحي لها المالاء ظاهر طاي وزن نجاسة أين حيا ينف حيوان أو بهائمة أولا كنترولي كريم وحا كيمان أو نجاسة هاي مساجد إله لما قليين بيليهن ما دام النبو الشيقي إن مساجد عن الله غير كادي إيه وصخي إيه وحلا ميدا من نبا أو أدلة سي وكجر حديك والغتري لك دوح نقاخو سي إن مساجد اللي قليين كادي وهذه حاجات ما دون واحد بقى وصن كإيمانينين. باب النهي عن الشراء والبيع في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. النهي اسكريبت ببيع عن الشراء وحيبسيقا الوحسو يفتط صوقة طلا اسكريبو يا والبيع وحسي ايبنتا في المسجد مسجد قده يسا يو عن التحلق إن لحي القدير قرانكر لا وريجيو وصال الله حي القدير اللي سوريجيو قبل صلاة الجمعة. جمعة هرتدنا إن كو حكوح أنت الله فريست قرانكر لا وريجيو وذا دي يكوح بأي لع أفريستان نوال لدي دي مسجد كو عير نقوان هيا هوش اللو يميد هايد إن صلاة اللي تكدو جمعة اللي استقو قطدة اللي بقيستان وغالغا مشكولة هيا ضدان هوشة وديار أهين وعشرك الأويمن وأم وقانيسان. أخبرنا إسحاق إبراهيم الحنذري قال أخبرني يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني عن عم شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أمضوا حكره عن التحلق إن لحلق ذيه بمعنى لقران قريه لوريجيه صفك يوم الجمعة مالك الجمعة قبل الصلاة صلاة كهر صلاة جمعة كهر وعن الشراء وحيبتك وعلى صوقته اسكره نبو مدى كره يوم البيع وحقه في المسجد مساعد قديه سوح لغوه نهي يعني لبضع حلبة خصابسا جمهورته مذكور التحلق قبل صلاة الجمعة هي النهي عن الشراء والبيع انتو وحيكو حنبارين نهي كراها بيكو حنبارين وحيليهم حاول دليل هدي بيع عازي ودعوه اما وحي يبسط في المسجد اما آتي قد في المسجد انو أصحى يمور المال هاي الدهين مركا أصحيدا او أصحي والدليل على أن النهي ليس للتحريم القاس أيهم مارين وحصارفها دي من المجر فرق بأول حي بين صحة البيع أو حكم وضعه حكم وضع بيع وأصحه أركان في شروط سن وأفسد كلية كحرام تهي لكن مع صيادة إثم نهي كي مد بالله وضح الله هي مركز من لازم أن وحان سكو حرنا إنه لسم الدليل الشهدو جمهور أهل العلم سيدا صحيح مرين لكن جماعة من أهل العلم وحيليين نهي وحضين هيا إن وحكو حد يأين وتحريم ياي وأن حلقنا لو ريجين كرين جناس يوحيب سنا عن مسجد الحج ذكف الرين وحين أقول له بنا إذا قاعد عينه إن بضم تلمان يجمر طلهاينه نهي كوي مادة في الآداب والمعاملة في الآداب والأخلاق إنه نهي أدب وإرشاد وياهي وأصلا نهي تحريم وياهي من مرابق كاسي يكد ولا حديثه ألفاظ ولا حكمة رواية كسوة أن تشد فيه الضالة وينشد فيه الشعر وكجر حديثه إن بعد الله قبى الغي هذه أما الله قبى فيه أما قبل إياه وحلقه تريه أو لها سوء ضمن النبو الرحيم سيد مركب حبيب الله قطة لقى لي إلهي سبحانه وتعالى لغو عبادة يستوى لغو تكدو لغو حزو دروس كبح حضو وانوين خطب كبح حان بقى الله قطة لقى لي مريين هولها سولها الدنيا ده لو ما أقول مقصد كمسك يكفك التهي.
باب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد شيء بدل الله يذكره يبا إنقبا يلغو التريوه مسجد قده هذا. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد المصري الفهمي عن ابن عجلة محمد المدني عن عمرو شعيب عن أبي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومضوا حكربي عن تناشد الأشعار قبيا إن لغو الترشو في المسجد مسجد قال الله إسكاد الله وهبل وضوم حتى يساهبل وسود طيب بعدين لغو يهدينا حديث اللفظي ووطا أصبر رواية ثقيبة كاملة قبيا محوهاي وحاصل أبوها الذي وانا حديث حسن الطعم حي لي سنة ترجمة يعني عمن شعيبا عن أبي عن جدي هو سيد الراجع عند أكثر الحفاظ وحسنة بركون هو صحيح وإذا دنا واضعي فيها لكن تضعيفكم محوق بضنو بركة سيد يا كويمد. باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسني في المسجد رخصة لسكون رخصة باب الرخصة أنا وأنك صمر وحوجد أمامك الرخصة اللغوية رخصة شرعية أهيد ومجيد انت بضان مركو بابك كه الله الرخصة فصحيح بباب يعني نهيه الرئي ومدل قدق ما يكدمنا بناي اي كضبط من ما شمطال رخصة الى اساس الهذا انه هو الرئي وما مانع يمبسد الصابقية وحرم بايه الرئي ان كدمنا وتحليل كو ايباحه اي دنبيس رخصة لسكو رخصة في انشاد الشعر قبل ايقا انه قترين كرو الشعر كنوا كلام موزون قصدا بوزن عربي بايد هذا يجي الله قصر وحيابا وكلام موزونة بوزن عربي بحورت عربية دور يطوانك عيد لما أنا يكبر إياهم بقى بحورت هذه متكم إذا هو إن قصدا ولبا هذه أضوء اسكتشفوها لاقا يا آد قبل أفا غصو قبل لما يجد هذا هذه محانكو رهضايا ننك لوركي آد دريري سنة وقبل يا القادان أضوء حاكبة قامة منشد باتهاي لكلام غيري أضوء قبل يامته هذه أضوء خطب إيواني هذا النطري أوله هذا نطري قيبة كميرا وقبل بإسكان نغضانا أيضنا قبل اللمية المركوة كلام موزون قصدا بوزن عربي بيدا هذا نسي الله غصاره رينا بك عرف كيسو قدر رجزدي ومركا النبي وسنو قصدين إقبت وما علمناه الشعر وما ينبغي له مركا إمامكم وقحوا أصوى أركا في إنشاد الشعر الحسني قبل قوانا أكسن إن مساجد الله غترين كره وحوليه إمام النساء أبو عبد الرحمن نهي جهوري إيه مساجد يعني قبل لغو الترين معنى هذا وحاوي قبل يقان في عينين إيه أمد لغو عاية هي أما الدين لغو الدرة هي أما خمري إيه زناء إيه بقتي يحمان لغو دي رجلين أيه أما لغو قبابين أيه وحسن لدي دي قبل يقوها دوب المربط في عين هي أو حسن هي مسجد إيه غير كيف هو أسكم مد مرك حديث كم بعض أهل علمنا إلى هايوم ومرفوع صحيح برناء ضعيفين جرينا موقف ويا الكلام الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيح وقبيح الشعر كي يقبل هذا الكعادي ولا مدي هاي هذا الكعادي كيس هو ناكسنا وهو ناكسنيا كيس حنا وحنيا قبل واسد وكلو كي دين لو دفاعي إله لو قرب يستاقي دين كيسنا وهو ناكسنيا أمضنا وحلو شيء أما قبل الشعر دينات أو منظومات يفقيات علوم لو حنبار هاي وحي مركا أنفعينا ما وفعينا قرآن مسجد كنوا باكسي مدنيها إن لقفوا يوحن في عناين بقى سيداس وصوق شيخه وكل جمعية وصاص وصوق مرها إياه طيب أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدنا سفياء بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب أو جهد مركا لبال حد لغو جمعية وجه كاملة ووجه ودورنا هي النسائي طيب عن سعيد المسيب قال مر عمر عمر باصوم رضي الله تعالى عنه بحسان بن ثابت بصومر والحلوة ينشد وترنها في المسجد مسجد قديس سوحوه تحقبا يكترن هايو فلاحظ إليه القرق كثير شيء لاحظ هو إيش القرق لقاه في رسالة قيد هذا طيب توصل للغفريو وإن توصقوا لها الله يبانا هاي ترتيب لكن هذا القرق عن كافريو القري الغفري عما وحوه مركز وادقالوه طيب فلاحظ إليه القرق كثير شيء فقال وحوه وادر يا مركز حسائن إن رح لقاه عن هايو وحوه قد أنشدت وهو قبي جري مسايد كان بان كوكا بيجري بلو انترين جري وحال فيه قديس وكجر من هو خير منك عمره أحد كاخر بضم مسك الأحفر ديا يان قبيق الترين جري بلو وليبا في حديث عائشة النبي قم منبر بقولك جمارك قاركو ثم منبر قولك بلو كفر يسوء كإجتاء وقبيق كسيدة والدين كإلهي المسلمين تبا الدفاع انت أمرك يقول له هذا ناوي حوري أنا ودعوة أن لأمن إلا أنه دعوة شكتا مخاتية بين اللبانية اللي وحوش شكتي النبي محمد المسجد قد أحفر إيه وكذب يجري عمر إشي سيء إشي أقوى هنا أيضاً اعتبار لهي إذا هو دعوة ما هي البينة وحول ثم التفت إلى أبي هريرة
أبغروا رحبه مسك فيري وبيبروا بهذا الكاسي وحقده أنا عمر واي سايناي فقال أبو روحي حاصلًا مك إشارات بلوضها الله إياه لأن دلالة الحال هذا أبو روحي ورنا هذا ماشي مطلع وحوي أبو هريرة هيا ليه وأركو حديث أبو روحي دين إياه عمر النبي إيش مبكثيري إلا عانتي أحسن واقرتي طيب عمر موسى ما ناكو لها الله ما ناكو عانتي حقها الله يسمتي طوان كلها الله وي مركا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ودلالة الحال باوحة بدن ترى إياه فقال حولي مركا نكلا حسان بن ثابت أسمعت رسول الله رسولك يا إمام قشي يقول أسقولي أجب عني إيجاد جواب مرقى عربت قريسوه قبيان أولي بأن نبي دين تطوع عيان قبلها مسلمات كان يكون حد قدبان رقى جواب الجريب وحسان كنت جريئي عبد الله بن رباحة يكعب المالك يرقب هذا الجريب قبياء اللهم أيده بروح القدس إله كحوج روح القدس وجبريل ما يسوي روح القدس نبطي طهير ريد أما طهير يد القدس هو الطهر أصل كيس والطهار قال وحول المركب هوري اللهم نعم ها وتوكيو دارنا نعم باقو في الليل وحول اللهم نعم ها اللهم قاني مراتبا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركب عمر وشيسي الكاس يكون قبل قبوذي مركب حديثك حطوصها هي إني وإمامك أدلي شد الشعر الحسن إن مسايد أكبرناي لابن أوصل الله والنبي قريب له أجيب عني طيب روح القدس با معك أمان نافحت عن رسول الله ما نافحت عني أنت دينك الدفاعي سواء قد ما كنا بقول أنت حسن قبل يواجه جي وحورن جري كل علين جري وأجهر جبريل بقى يلسو عدد عنا بين وان قبي أنت إنك على هذا جبريل ما كان يكرزان تعنا بين ما هي زاين إنك على وذي وذاتها كلا هاي دينك قبيل فرق قبل يسوع أبو قدام بس كمحدود وهاي ري باب النهي عن إشاد الضالة في المسجد خيب دل إسكره بي إن لو ماشي لقى دكتور مارك ابتدال مسلم القصة ما يوم مارو هذا من لقى قبيه وحب بندق القصة ما يلام أو قلة ضرب حالي أه يحاج مارك أو عاتي إن مر لقى قبيه أو مدل وجو قبيه ورقم كنا بيجا يا صحابه وحلق عيادة لكن شئن لقى دكتور عاد جوك تأمل جرين شيء والبسيط وكل من دواين لقو قيده هدي كله فساد باكر أنا هيا بابنا يعني إشاد الضالة في المسجد وحبه ربي دل اسكره عن إشاد الضالة بعد أن لقى هذه أما لقى باتيو أما لقى هايباريو في المسجد مثل القريسة ضالة أصل هو حيوان كرمي حيوان كما لا يعقل كأ أي ضالة ليلة هذا من حيث اللغة والعرف العربي بعد إذا بن آدم كان لقيت بالليلة هذا إلمها يركي فكذا لقيت بالليلة هذا أخبرنا محمد وهب نبي كريمة الحراني قال أحدنا محمد سلمة بن عبد الله الحراني عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الأموي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة الجزري عن أبي الزبير محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال جاء رجل من بايم ينشد أصوه إياهدنية أماها بافنية ضالة ضالة في المسجد مثل قليسة فقال له رسول الله لا وجدت الله وآذن هلم به نبي صلى الله عليه وسلم الله وآذن هلم ما مسادك ببضها وشاء الله صورك الشيء مركا هبارك نبو هبار يوشا يضع الدعاء عليه قال للرجل وحيث سيسا هوشا إن مسدك أن الله أقنى بناني باب إظهار السلاح في المسجد نمكي أصابون يمحو هاي من ينادي بالجمع الأحمر نبو لا لا وجدت الله وأذن هرم بالي مركا ساهم بالو هباري طيب باب إظهار السلاح في المسجد مسجد كإن هب لموتيو شرع وحقق أبو هوب كمسجد كين لصو قال دب ملها وانا لا موشين كرا لكن وهد وان امن جي سلهو بصدو وهدي وقريها عارق ايهين الله حيرو حبضها لغا سارا اما امن جي سلهو لو كنترولها دوم ورن ايو فلار ايو توري وحنو عاس ايهين وان عارض الله قبتا اما ماذا لغا سيجود روحك وحي غير روحك ولتو كان ايو وحي اسن مدين اما اسن كوفا كانين اذا وشا لو كنترول لدون ايو أخبرنا عبد الله بن محمد عبد الرحمن بن مسور الزهري بصري ومحمد منصور قال لبدا إمام وحيد هذين حدثنا سفيان بن عيينة قال وحر سفيان قلت لعمر بن دينار المكي وحنكولي أسمعت جابرا جابر ممقش يقول أسقوله مر الرجل النبا صومري بسهام اللي بالله صومري فلارو في المسجد مسجد الصوبنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حكول خذ قبو بنصالي عرض ديلا عرض أفك كلك نسالك وأفر في قني روبا روحا مذهدي جمع نصل قال وحورد نعم هاوان مقلي نبي محمد وصلى أنا مقلي دقيسا مذن لكي لا تؤذي أحدا من المؤمنين لا بال أفك يضع وهوز الجيدي ومركاسي من اللي يبكى اللي يبلصه قريبا مركا طوحي وقاس قدانا يا بركة إلا عامة كجرته خبك اللي بما دام من السلاحية هاي مركا غيبدا لسكره فردقا لعلة عامة
يستلزم أنها عن الكل عن الكل بكين حيا. طيب سداس بوجهه باب التشبيك الأصابع الأذية للمؤمنين بالذي دنيا هاي باب تشبيك الأصابع في المسجد مسجد كأن فرح الإسقليو مسافر على السوق قليو هنا يبنان تي إنك هذا مسجد كفرديا سدا تفصيل بنا كجرو مسجد هذا فرديا ده أصلا سلاط سوق إني واحدة بملا تشبيك الأصابع زين اعتراضه لما الأمر صار ده أمر صار ده يقطع لفرح الإس حمبارسيو الإسقليو الإستنبيو الإسكو قبته لما هذا سلاط سوق نسي الراجعة إلا كمرك الطلاب أصوص عطه أما مسجد كأط فرديا الطلاب كلا سوق يزوم مرك زي حديد بوح كتيم وين من دون طاي إن أصلات توجي يسوع مركا مركا لما أقوله إن أقول لك أصوب إنه هوشاس عميمي كده من تخصص وكان دون أيد مدة باب تشبيك الأصابع في المسجد مركا ترجمة الإمام كنظر باكوتيرة أخبرنا إسحاق إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس نبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد النخعي دخلت أنا وعلقمة ابن قيس أني علقمة أقول لي على عبد الله بن مسعود والله بأرضي وخاص وها أسودي علقمة رجل ريوكو في عبد الله وحبري بها فقال لنا وحن عبد الله نقول أصلى هؤلاء ومرادا متكالين وهؤلاء كوي وقل لهم مرادا هاي ضدك مسلمين تكا هاي دولة الشيغان ريبا أمي أصلى هؤلاء كوا متكالين أمير كي يرقي سبك الله قلنا وحامي الله ولما إسنتك نصلاة قلان ونفتك قويان واتأخيان وي قال حول عبد الله يقوم استاق فصلوا تكلا وقت الصلاه وقال لك قال ان من كوركو دينا دايو فذهبنا وحان دوني لنقوم ان استاقنا خلفه غلاشيس الى لبو 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 ماموم وي وعلقمه ايو اسود عبد الله ان امام قوم نقود ايو مره اي غلبه بحان سيده سنده بتاي فجعل وحي لعبد الله احدنا مد كانوا ان يمين دنك مد بو مريب اكسو استاقوا والآخر كان لو حمري عن شمالي لنك بدح بمري أصدقنا برطن كوذيب إستاغي هل صفبا يبنقضيهم بقى نوال ببردعك الإمام كي إستاغي فصلى واتو كذي بغير آذان ولا إقامة آذان لآن يقيمت لآن بوتو كذي صلاة دا أيضا أصلا صلاة والبولو تكن إلو آذان ما أصلا إن دي الكسر رب مويه فجعل وحوية لي إذا ركع فجعل وحوية قدقل عفوا جعل من أفعال الشروح هذا الدوي فجعل في قدق إذا ركع مركو الركوع شبك بين أسابعه شبك مركو الركوع قعمها أنت سأسوك ليه وفرها سأسوكتين بيه يهضنا لو إيها برطن قدق قرين جري وحي تطبيق اللو يقان نبو سمين هيا وجعلها أصابع الوحوية لها بين ركبته بقرين لي اللي مكال الركوعين لو إيها اللقب سلي جلبال اسكو يقان لي سنهر مركا منسوخا أي مركا عبد الله مسعود ناسخ لانسوك جارين منسوخ بقرق مايا مركا تركوا عيسو لابد قعمت بطاء سوك جارين فرها مركا سوك أيوه وصدا أحبادا دنال كاس قشان إيسا اللو يها حسين تلمان هذا لا يدو أو جاي يضع أيه ركوا عاد الكاسوي كده اللي قعمها ركوا سوار كتن بيلتها سداسوي ولي بلوي على جن الهيا لو يلقبن مهايو لقبسن مهايو أما مركز سدا الله بعمر في ذي وين فروت الأسكري وق سلاد ما كان لقب حي يا دسوي بمشي طاله وذي كلام حي قدر هبين يستجع نسق زوجي دي مركز حوش عصين سؤال كتير أنت وعبد الله ودرزية وقال عور هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وقد صدق في ذلك لكنه قد نسخ رب كل شيء جاي لكن حديث النسخ عب مسلم بدلان دلي صحيح سوى الضبط لي منسوخ الناسخ وين إيمان دون طلاب تركيز حديث صور دير بوجود في صحيح مسلم أخبرنا إسحاق إبراهيم الحنظلي مركم حوجي إلى النسائي حديث كان وحطوصها يا بوليه هاي إن التشبيه في المسجد أبنايا معايا لعبد الله لا بسمية في المسجد طيب تشبيه النوع أنا هي تطبيق إن قعمه فروز قشم لقشدة طفطة لقشدة انتم بواسر عن منسوخ وحديث كان مكرارين أما تشبيه كلا أصله خارج الصلاة ما كسر الله سواه حديث كعب من عجلة كيمد إلى حديث طبعا أقتيم ذا دي دي مثلها الصلاة هذا يوصل صعود أما مسجد أوجو الصلاة سواه فلا يشبكن بين أسابعه المقر كذو حيلين علا ذو حاوي هردي كينيسة
كاد براز قشطود ملكو قبصتو لو يزاو صارتو حوي وقلف ورنيس ولو حدا ميهي وحاكو جيرا حيوغو تفاؤل عن فاناكسين هاو شيني هريق نقطي فوديس جليسي اوي مروكسي اوي كالبيح لا رهيبة الماميسة مالك النبي وتفاؤل كحسن كوتش على معنى هاس العلومات الماميسي كاستفان نقطو عوي قضية وقضية منسوخة. أخبرنا إسحاق إبراهيم الحنذلي قال أخبرنا النظم الشمال المحدث اللغوي قال أخبرنا شعب الحجاج عن سليمان قال سمعت إبراهيم سليمان هو أعمش عد كلام هذه وذكرني إسحاق سليمان مهران قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر وحوش النحو حديث كذا نصوم مرة الحديث كله. باب الاستلقاء في المسجد مثال كإن دبر الله سعد ولا دعدي سدو دبر جاك الله سعد وأنا منصوخ طيب استلقها أما هو مؤول عند بعض العلم حديث الديدي بجرامد كين يوصن ربر أسيحان كجبنا يوصن لبط ملك أما لبط لبط ملك ملك أسدول صار نهيق أسقع أما هو مؤول وحلقه أول نبق الديدي يعني إن انتهى ربر أسيحان دوم مع وسقبة أما بقو بنتين يعني أي عرار الموقت لابد الله واضح اللي تظهر هذه عرضة بمقطة كسطوة ما نبقر تتر ولا مجره حيلي قانا كسطوية سلمنا اللي مهين مركا النهي يقوم من أجل ظهور إظهار العورة مياه وكشف وانكشاف العورة مثل قبي أهم بوالدي دنيا ذلك الأرقاي ذلك المتكبرين تصعوا سيحة إساسا اللو دي دنيا ونمي منو حين حديثك النهي ومنصوخ طيب لما نحده ومحكم معناها سلوجي الروايات عظيم بين الدليل شدون معناها فصيرة هي. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مشاب الزور عن عباد ابن تميم ابن غزية الأنساري عن عمي أذيرك عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مالك يوم الحر رجي شهيري بالغتر يا سحابي قاس للدلي يزيد معاوية رجو لا ييبا الغتر يا إنك مسلم من عقبة الأورنجري سلف وبعية مسلم من عقبة ورمدنا كوكو ولحن يصدح تجربه كي يرقى الماضي بالغوتريا بل من هيب درب وهاب علوم بنت المامان وابي عبد الحاكم ايو بغوي ايو ابو عبد الله الحاكم اللي تركيزه صدح له وحي جزميين ابن مندى عفوا ابن مندى انه يهي بدري اي جزميين طيب بدر وحي قدم بينه احد يخندق يا مشاهده طنب انه قبجوك اها سعاده ايضا مرن مرها اما بدري بابا الاسقي اما عبد البر كرقي بان فيه حفاظك كرطون واسوع يعني حافظ محمد مدانو إلنا يرى أيها جماعة نينك أسي بدري جاي سحابي جاي يوم الحرارة إلى الله يس حفظها أيو كجري ولالك محمد هاي حبيب ابن عبد ابن عاصم ابن زيد عفوا لا تركيزه وحلقود ليوم اليمامة يا للدلي يا للدلي رجل مركب مالك يمامة مستهيمة الكذاب ذلكيسة كقيب قاطي ولي بجهود بدن كبحي عبد الله كجري ابن زيد ابن عاصم أسوه ولكن هو أراد دونه قال خنوم ما دروك قبض دونه يرجع هذا وتر ترمي أي كجري لأن قعنته وراء أسكلها وحشي من حرب بأسكلها ننكر الله والله أسكلها كرجع كوعدها أيه كوت طلع قال ننكر إن روك رجعن أي كجري سحابي قال سجع أن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا نبي محمد دعيدا ما تبرر تشوفوا أركي في المسجد واضعا صاري إحدى رجليه لبيس صلى الله عليه وسلم على الأخرى تكاثاري مركا من نهي قادم بي مثل فعلك أي هرهي فعلك هرهي اللي بضاس أخيبها للسكوهية لكن حلو بدن ياي إن فعلك أصدقنا ومحكم ياي نهينا ومحكم ياي لكن لا بقى رموت أي أخرى الله بنا ياي هدي آد حورضا إسان موقنين وإسروالي يا معاوز هو ينو في عاني آد قبضه المسجد كبرتن كيستواد طبعا طبعا أصلي حنكرت الله وأنا وأستارة كرت أبو بكر باسمي يونس النسخ الجرين أبو بكر عمر عثمان صحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى كاسمين جرين مرة دين عورض موقين وحول أي سمالة هذي عورض موقين صلى الله عليه وسلم تاس معناها صلى الله جمعية نسخ أنت اللي قال على حنكر وين اللي قال لي حدو والله اللي بحاله وخلف سير اللي بدأ النصوص فعل النبي محمد ينهى يبقى قولي لأبا باب النوم في المسجد مسجد كائن لا تحسي حنكر وحكويم إنا يبنان تاي مسكين لدح سيحان كارو أخبرنا عبد الله بن سعيد اليشكري علماء بضان بادي ذي وسلكوا بضان وطابعين أطبعوا الطابعين وقدم بخلافك واسكيرا لكن هو خلاف حادة والحاد لا جري وحين علماء دريشين جري ونجري مسكي له إن الطهيرو على النظيفية يا واجبة بصاش يروح يسوع عني بقى لها لقى سارو كي تونت عني بس البار بقى يا بقى حالة في جيو
أذية يروح مسلم إلى ورد بماشي الله وقره مسايدي وبيوت إلهي ملائك باجوا ومسلمين باجوا ومركة روح زحلينا كل ما قطروا الله نافي وحبا من باقي إيمان هيا طيب مركة مسايدي وإن لقال لحظة هذا لكن أصحاب صوفيني دقنايون عبد الله من عمر دقناه رقر لان يردي إسكاب بردين قوليها يعني سيحان جرينها ولا بضان با أيوان السوقان مركة وحيليين أصل وآهيدي مسايد الله إلى علي نظافة دي عرب دي ودقون كيدي يهوش دي الله إلى علي أصل ايه هردد باهيك انت وين باهي حاجة لقو قدره انت لقى لحلحك رأي مسجدك هردد يسي جيبك سوين لقى لحظة حي نبي محمد بابا سيحان جري علي بابا مالي مالي هرقل جري هولا بضن باه جري وحصلا باهي باك انت باه هذا حاجة جري قريها ايزن قريها ايزن حفاظا لنظافة بيت الله سبحانه وتعالى. باء أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال أخبرني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله أنه كان ينام سيحن جري عبد الله وهو شاب أصور لن يراه عزب أو إسكاب راه عزب أن قول سنوي نما نقول سنين أو نقول لين لا أهل له لا أهل له مرك عزب كاسي فصيريس أصور خير الله أهل قرابه وأبيه هو يدي وله ودرك ودقيه حاسب الله الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد في مسجد النبي نبي محمد مسجد كيسا أيون سيحن جري مرك إني برنانتي ويمكن أدلي الشري نهينا مجرى لكن أدلل عام كا مسألة كاستيانة يسي إلى الانتساء بينما كدلي الشري كهل يي كده جين نكل يا محمد مكثير من كتاب جزاء الحكام الكبير وديه ضواك الله باب البصاقي في المسجد إن لو عن ضبط المسائل ده إني سنبناني أخبرنا قتيبة أماء بنان تويح كويب أخبرنا قتيبة من سعيد قال أحدنا أبو عوانة والضاحي من عبد الله اليشكري عن قتادة ابن دعامة السدوس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق وعن افتفضه أما الوحى كوضه في المسجد خطيئة قفوه معنى ومعصيه وكفارتها دم داب كذي كفارة بودكيدنا دفنا إلا حبالوه ظاهر كالنص كعلماء كلها وحيليهين قد أهم عن افتفضك إياحا كذا يوحى صدام مشاهد الله اتفا يوا دم بيهوه وأنا معصيه دم بيوحى لقود أفاينا وحاوه إلا حباله إلا حباله طيب وهذا وحيه ما هي مجرد البصاق أما عن عن رطبه كأصاب معها معصية هي خطيئة معها لأن الحبال وإلى معصية هذه ما شو عرضتها أما الناس يتعاد يتمحتها مسجد كل حيزه وانت تفر فرادات وعن قد حباشه وحاول يندم معها طيب القاسم مري مجرد طبر يا جماعة من هالعلم يا مرة حق أساسا اللو بدن يعيد إن مجرد البصاق أو التفل في المسجد أيضاً دم بأهي هذه الحبالة هيا ما الله أذكرها بأن له بدن يهي طيب لما نوح إليه قبل أهم من بدن لو هذا الرأي بأجرته لو هذا الرأي يأجر رواضة مركة مقتصرة بشيخ قد قاسو النسائي بابا يستي طيب باب النهي عن يترخم الرجل في قبلة المسجد نهي وكي مد قبل هذا المسجد كحاجة إن الواحد يخطفه تناقم هو حكذا الواحد حكطفته أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع مولى بن عمر عين عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا نبغى عن روف بارك أما حاكو وفي جدار القبلة قبل هذا درب حاجة قبل هذا المسجد كفر لجن فحكه مركز النبغى حقي وكفر شيء ماشي ثم أقبل على الناس ومضي بكسو جلسة المسجد كفر لذي فقال وحوري إذا كان أحدكم يصلي مسكين هدود تكن هيو فلا يبصقن يوسف عن طوفان ينوح كطوفان قبل وجهي وجهي سقم ماتي وحد قبل ضاح فإن الله عز وجل قبل وجهي لا صلى إلهي با وجهي سق قابل كيساء مركو تكن روح مسلم كا فإن الله قبل وجهي وجهي سقم ماتي في جهاز إلهي جراوي إذا صلى مركو تكن حديث كان حديث أبو الله قد قال لما قيب تضمن قيب توروا هذا محل شاهد كأيضه ونص عدوي إن الله قال إن قبل ضاح مس الله عن طوف طيب علنا هذا وحوي فإن الله قبل وجه إذا صلى طيب قيب تنضم فإن الله قبل وجه إذا صلى حافن حجر يتعلق بكل فتح بارقة فتح بارقة مجلد ككوبة لح بقضية اللح هذا اللي معد البرب وكسب ويتمهيدك مركز فوقوري يوفيه وحكوري رد على من قال أن الله سبحانه وتعالى على عرش استوى بذاته وحديكم ردنها يا بور هذا الكقاب كأستياقية وحان مودي قال ابن عبد البر انتو يربى هذا الكقاب حيكدبه هاوك أستيقى
إن أنت معد البر أوليها المودة إذا هذا ضفر صوته وضع آخر ذو شنقور كنقو تحطى هذا الكا آخر ذو لكن أنت الضمب وفيه رد على أن الله ليس على عرشه بذاته حافتك وتمع درسق الكملها معد البر أنت حديثك كهالله إن حديثك الله قلت لك إنما سيق مساق التعظيم لشأن القبلة أيو كهل كد من علول عاش قولي بوقها الله ولي محزول ورديه وبطك الله وقصه وقالي يهولي يزي السلب كله وقال أبو قالي هاوشا ننكا وتوافيه داس وحسن الثقاف يا شيادين تتوالب كتزوغو إيو صوفية إيو مسركين يقبري العريين واركا إمنا أسكال حافظنا حجر حافظنا حجرنا من بداية الكتاب إلى النهاية في الحبارقة إن النقل حرف أقوال التواف شبه مستحيل وي. إن حافظنا حجر غير كيو وحكسو يقولي بالنقل الحرفي شبه مستحيل وإن إنك كتابك هذا مطالعي بانا قرني تلخيص رواية نقل بالمعنى بيقانا انت الملكة لا لأن هذا الكلام إن عدره كسو يقولي هل حرف وحروف تكون مجرور معانيه معدد وقائم عدد بارو كاسو معانيه كياني هذا الكلام معانيه سوالله وهالك بعد البر لكن حروف تيسي تقديم يتأخير رواية بالمعنى بكسمه وحير أو لفقة يذكر كي يزال لها جوالة كوالة حافظتها عند البر تأسوا مثل مثلا اللبات يذكر أقيم بدأنا حديث كان شرحي قيبتا دنباكها اللي والإمام ابن تيمية فنقم فنقم يزيوه مرقى دور للقاضو والوك لبحا مجلد كشانات مجموع الفتاوى سبحان الله بقول يتضبع لك آخرية كرة وحولي هاي وحولي سويلية هاي مجره ولي وحيود الإرشاد أن علو الله على عرشنا إن كرانا إلهان إلهي سبحانه هو موجود في كل مكان حلو خطأ وإله المثل مثل الأعلى مخلوقاتك قيبة كاملة يا أيها كاسر رأي يا هذا روح نقول إن قبل وجهك ما تمز ما قرحة يضيح مرنا والقابل يا أيها كاسر رأي ما كي صوب حيان أما يزيد حيان أما يوحى جيران وقبل وجهك والقابل كرتا ومع ذلك هي وإن كاسر رأيان محجرا عرك جيران سماوات عرك لبت الكيس قبل وجهه هذا مكان فدان وذري هذا قبل وجهه ومع ذلك وعال علي مرك الله سبحانه وتعالى وقبل وجه المصلي اذا صلى مع انه على عرشه استوى وحي سديدها ينا ما مخلوقات كيف هوشا صورة قلقتها هي فما بال الخالق رب العباد مرك هو الاسكود بما هوشا ايضا تويل حافظك وشيغنا وتويلا جرنا باطلة باب ذكر النهي عن ان يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته باب ذكر نهي النبي شيقد دا إلا شيق اللوب بها ياهي نبي ربيد وكره هذا عنا يبصق الرجل ننكو إنو قعن رفتطوع بين يديه هرتي سؤال قبل دي باجرته وعن يميني دنك مدقو عن رفتطوع وإلا الملك باجره وهو في صلاته أصبه صلاته تكجره أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدنا الليث بن عفوا حدنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عوف الزهري عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نبو حاكا نخامه حاكو مع النوف في قبله المسجد مسجد قبله زكوتالا فحكها نبو وحقي بحصات نجح يربك قط من كاسو نبو كحقو كترتري بحصات نجح ير ان ويلي وانها وحنا كره الاسلام مركيبا ان يبصق الرجل بين يديه من كورت وكعرف تطوى احترام ضر الى ان احترام او عين من ان كمدك وقال وحولي يبصق اللي يبصق بكل قنطاي وكو عن رفضانيا عن يسار دنك بديح او تحت قدمه اليسرى اما لقت يسمي بديح وستيرا ادنك بديح وستي اذا كو عن رفضانيا قدمنا اكو حباله ويعيد اكو حباله حديث الرقم حد اللي جدا قبا قيبتا تنبو حاكو دقا وادها قبا البصاق في المسجد يونسا خطيئا في عدد ذاتي اي عدم الدفن ايا عيب اون لو قلين بيليه أحاديث قولة أكوت من بعيد وقبضة إسكيد إن الله حق عنده فلوت في كرين طيب مكة تكن سنة كبسي دارا أحاديث أصوات بعيد ونويس تغيين لنك بديح الله عنده وطفه سنصوص كلا الشيكتي إذا لم تكن يمين غيرك لنك بديح مكة الله عنده وطفه مكة يبنانتا مكة يبنانتا يقول هذه لك الروح كلا مسلم كبول دقيا ملك تيسيبين نقنيسا روح كلا مسلم مسلم ملك تيسيب أطفت مركة وإن يسن ملك تغير كأهين قلاش هذا أنا أطبطه أما هو صار أطبطه لبت بالعلبة دان كذا ضاق كفرا كلي باب الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله وقال إمامك إن مصلي قل رخصة والرخصة اللغوية إذا بنان طايعة
رصد استلاحي إلى مؤسول جيد معها أن يبصق خلفه إن حق الضنب وحقطفه أو تلقاء الشماء من التفقماتك هذا حق من ذلك جدا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد إمن يحيى الأشكري بلحدة بلحدة قماتك هذا عفوا قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني منصور معتمر السلمي عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي هذا تكريس فلا تبزقن تبزق تبصق وسين الأخير تبصق وصاد كل وأسكمت بصاق يا بصاق يا بزاق وأسكمت فلا تبزقنها كعن وفتفن بين يدينك هرت هذا ولا عن يمينك دنك أذمينك وابصق وحد كعن وفتفتا خلفك دبرك هذه حق الذنب أو تلقاء شمالك أن بيحي على قماتك هذا إن كان فارغا بيحي هذه برنانتون لقاجرين وإلا هذه اللقاجر فهكذا سيدايي البالي ومعي هوستاد قطف وهي هوستاد وهكذا وبزغ وحكو عن ربطبطي صوبنه كما زي ظاهر الرواية طيور لكن عند الكبرى نسوي حكو وبزغ يحيى مسعيد مسعيد بات مركا مثالين هاي وعضيني هاوش وبزغ يحيى مسعيد وحكو عن ربطبطي حتى رجليه ودلكه لكتز هوستاد قطف عن ربطن قاسه ترتري بعافية نيس قطر تريسان روح كلا مسلم بكي سعيد وطابنا أما يسعيد قارين ويقولون هاوش أصلوا حقوق قيدها ومركوا مسكوا عريها يتموح النسية أدو سبريا أما قول تالو أولها صعون مهيان بيلي وأنا مركوا تخصيص النص بالمعنى بالمعنى طيب أما نصوص عام كأهيد يا دبر كسابوت بيا سادة دام حالي باجرة مسادوه قرطة دام اللي حنكرتك طيب انت تنبيه مركا وابصق خلفك هذا لفظي قاسي شدود بلغو حكومه شدود بعلوم بلغو حكومان وحلقو قنصده لقود يدي يحمل سعيد القطان لفظي وابصق خلفك يحمل سعيد القطان بلغو هيستا حفاظ بلنبو خلافي وحاكم ربو خلافه وكعبو خلاف سنية وحكرو عبد الرزاق عبيد الله من العرمان الأشعي سفيان الثوري شعب عبيد بن حميد رجع صدام بخلاف سني مر أبو الأحوص جماعة من الحفاظ الكبار والطبنية كله أيوة يحفظ على القطان خلاف مر الشدود لفظ الشاذة أيار لغو حكومة أيضو عمليا دب بلان بغرام بدب بني يا هذانا من حيث الرواية اللي تقول يستطيعون الشيء هذا نساء الله محمد بن مال مرناي رحمة الله تعالى عليه باب بأي الرجلين يدلك بساقه لما لغو تيبو كترتر أو كبابين عن رفتيسة إلا ودلك وبعض النصوص مريني ما ميلك تد استعمال من سبيل إحدى طيب هرام وحنصوم في كتاب الطهارة خصوصا مري لو ولد عم وتابو كفي بسن ما كان صندار سطو وبيع سن كأتقو قادو استنشاقة ما ميلك تد كيف خصوصا ليه من سبيل إحدى شو يبغوا إن سايك كانوا وابطس وستوس ورجوا النقطة كمل آيان إن بدح الغص كيف الغنا لأنه وأذى يقشم ويأسقد هورها أن بدح أسكري ميلك تلو ما أجره هذا حكاه الله يعنو تلا طفي ما بيح بها الغتر تيري أو الغباب بإن مسمدي وهؤلاء ميمة أخبرنا سوء النصر المروزي قال أخبرنا عبد الله المارك عن سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري اختلط في آخر عمره لكن عبد الله وعلى الغتر إياه ممن روى عنه قبل الاختلاط سيد حماد وكله عن أبي العلا واسمه يزيد أبي العلا من الشخير عن أبي عبد الله من الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع أي تنخع ما يكاد يقنطعي نبي محمد حاك وضي أماك أقصدي بان أركي فدلكو مركا كوتي جديد وكتر تري برجلي اليسرى لكتي سيب بذي حساس وأجيدا باب تخليق المساجد مساجد إلا أدقيه تخليق هو من الخلوق خلوقنا وعذر عذر كل نديجنا ودادوه عذر كل عذر كان منه ومن فريد الله مرصده من هو مثل برعاتك برك كتابنا سيدة عجينك وكرا وكوو دقاية سيدة حنجدو كانت اللي صوفو جيها ماشاً لقود لكين انتو كويا لماركا قولو ماشو يعرف ريسا ماركا وعادة قدقونا ما لقود لكين اللي مرنك دو ماركا انت بدا استعمالي جيرين ماركا عادة كولين اللي جيرين وإذا دو بمعنى وعادة ما لقود لكاية طيب إلا تفسيرك اللهم هيا وان تفسير سورة الأوينة بأن للا إيمان جيرين باب تخليق المساجد مساجد إن العطرية وتطيب المساجد بهذا كده كان طيب أخبرنا إسام إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عائد ابن حبيب العبسي قال حدثنا حميد الطويل حميد الحميد الطويل عن أنس مالك قال رأى رسول الله رسولك لو حو أركي نخامة حاكو أركي ظن خاخي دعانو لبقى أبي أخيان طيبون نسكمد بأنمونين
خاقة إيا حاكو في قبلة المسجد مسجد قبلة يسو نبي وكو أركي هاو شايدة فغادي بمركز وحاروضي نبي قوا حاروضي حتى مرة وجو إلى وجه يسجد وتوع عصاضي فقام امرأة هوينة بإستاكت ميال أنصاري أنصاري فحكتها حاكدي أي ماشي نكو حقضي ويكتبكت وجعلت مكانها ماشي حاكدة يكتا لو حيث يكتر طي مريسي خلوقا عذر بي مريسي أدقى هيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا كم حكى قيمة بنا قيمة بنا نصيدة في شوه قبل ده أول كذي نبغى أدب أبو بقي نينك ماشي خريبي إيه بهد لي إيه كرامي حقا نبغى زي كل بده شيء قبل عن صار الحديث كمركة نواجه من قصة مرة الحديث وأنا حديث سوكان سيد الراجحة طيب باب القول عند مرك حلقها الله يا أصل بيقول إذا مرك سيئة اعتماد إن حسن لو بدله إذا بالتي أحسن إذا هذه سيئة دعوية خطيئة حسن لو بدله هذه مسجد كي نظافة درها لسمي وإن نظافة لو بدله طيب وحكوا الله قاتل منكرات كان مرك الله أركو إن إثبتل خام وغضو طيب إن بارد مقطوع أن إن نبطن قنين إيمان در ربنا بيت المامي ساتو سيسا باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه دعاء الاخرين لا مثلك ما كان لا قبا حاي يمرك لا قال هيبا اخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني البصري وان البصري الركو فما هذا كوي قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي ابن ربيعه الصومري قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن ربيعه ابن عبد الرحمن الراي المدني شيخ اهل المدينه عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت ابا حميد الساعدي وابا اسيد الساعدي يقولان لبدا صحابي ولا المقليب ولدنا هي عبد الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد ملكين هذو المسجد وصوغلوا اما ودونا انه غلبا معنى بها محتمل اذا اراد الدخول اما اذا دخل حقيقه لا ولا معنى بها والله شيغا لكن حديث فاطمه وحا لغا فهمي انه يهي عند اراده الدخول اذا دخل احدكم المسجد فليقل هيدا هذو اللهم افتح لي ابواب رحمتك اله النحريس تد البلد ايفر حال المسجد كوا النحريس بالغا هلا عباديه صلاه ومكان الرحمه وي واذا خرج مركب بحينا فليقل هيدا هذو اللهم اني اسالك من فضلك اله فضل قاضي ديرات كو ديسانيا مناسبه افرض دعاء دخول في خروج النبي واكل الدول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وحي ارتقى هذه امرك عباده لو دمه هولا كلا لو دقاقا فضلا من ربكم مي. لكن ما عباده هو شهد يا ايو رحمه با لغا هلي حديثه مرك احمد باصو ساره محمد بالسند والمتني بزار ابن حبان من طريق العقد مسلمنا يا ابو عواري غير كنا بروك كلي كسو ساران طيب حديثه مرك وحال لسو خلاف اختلف على ربيعه ربيعه الراي ربيع بن عبد الرحمن الراي التيمي بال لسو خلاف اد لو دغالمي مرك بشر من فضل أي أحد كورية عن عمارة بن غزية عن ربيع كورية وحونا كردي مرك عن أبي حميد الساعدي أو عن أبي أسيد شكو الراوي كورية بشر من فضل بأحد كورية عن عمارة بن غزية عن ربيع وحونا كردي حديثك إنه عن أبي حميد الساعدي أو عن أبي أسيد الساعدي وأنا الرواية مسلم في صحيح تضاد وطبني صدح بش مفضل قد يضوح أخو الراعي إبراهيم بن محمد عند عبد الرزاق بالمصنف كل يحب يقول لحسن ياشن وحاكو أخو الراعي إسماعيل بن عياش عند نماجة بين قصة من رأي تطبق طواتا يلبق صدح ذا هو ذا خلافي في الرواية عن عمارة بن غزية يحيى بن عبد الله بن سالم أيا خلافي عن عمارة بن غزية عن ربيعة وحونا كدق أي حديث كسيدة سليمان بن بلال أول يو عن أبي حميد وأبي أسيد أذكر عطفيه ولا بدأ سحابة أنا شكل لقينا أذكر الله روح حفاظ مركة وحور رجع بزرعة الرازي وحور رجعي وكذلك من أبي حاتم الرازي أسونا وحور رجعي إن رواية هذا إن ودي قال إن سيئون مرأي راجحة طيب رواية لها بشر من فضل الله أي خطأ طيب إلا بدأ وذات مرين نسيئون معناها مركة مرأة هي المودة حقا معنى الدراية ده بفقية ظاهر النص وحاويه إن أي واجب تهي مركة لقلها يا مسجدك يا مركة لقاب بحيب الدعاء اللي قد عيسته ولم أرى به ولم أرى من قال به وجوبك وحقبنا ما أرك لأنه فليقول وافعل الأمر سوماها لأنه وافعل فعل مضارع لقلي وحتى لذي الله من الأمر مركة أمر وي فليقول اللهم إني أسألك من فضلك فليقول اللهم إني أسألك من رحمتك افتح لي أبواب رحمتك
إذن دعاء إن ليدا إنه واجب تيبا نسكا كعب وحلو قصر فيانا ماها إنه لكن وذا صداقة وما أرق بحنك وإن الله في ريبالك وجدب لو النقضة. باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أمرك الله أمري قبل الجلوس فيه مثلا أنت أنا لك فريسة نين إذن سكرح فريسة إنها صلاة أنتو تحية المسك الصلاة أنتو. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن عامر وسليم بن خالد الزرقي أنا بقتادة أن قتادة ما يسمعوها ربعي بن حارث بن أمزة الحارث بن ربعي صحابي أبو قتادة واسمه ربعي بن حارث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي إذا دخل أحدكم المسجد متكين دمزالك أو صوغله فليركع الركوع يعني هاتو كذو ركعتين قبل أن يجلس أنت صنفري سنين كور ركعتين هاتو كذو حيوك الصواب لها صواب كيسو حوى أسلع أبو قتادة صحابي رضي الله تعالى عنه بأنه محمد صحابي وفريه واحد السعود صوغله استاذ أسوى السعودي بمسالة صوغله هكا أسكفريس نبي قال يجي محاد أتو كم ويدي النبي محمد مركان سوق يدي كوف فديا باركوف بجلس مع الناس هذي هذا فديا أنا حارب وفدي في حديث كذا قيبل مركا نبي حور متكين هذا مسألة وسوق قوله مسألة كاس سلام هات كذا صابك حديث كذا سيدا سوقها أستجاب أبو قتادة أنا نبي قوم مره استاجوا تكوب سدعي وحكم هو أشجعون أبو قتادة حكم هو وجا مرك الله يدي ما طوق شيء محارك عتين أنت كم ويدي مره النبي الله هذا قوما ما أمرتي أنا قرمت جلسة وحنا النبي الله ديدن كوفري أنا أركي وانا وانا الله فريستين بقول نبي استعب ركعتين تكم مره أصولية إنه عليه سورة السبب وقد عيد الدخول في النص سبب كحديث كويم أما سبب كآيات أي كتب دكتي إن حديث كي الناس كعموم كذا لقى صار ما بنانا بالإجماع وسورة السبب أما سبب النزول أو سبب الورود وقطعي الدخول في عموم النص فلا يجوز إخراجهم منه بالاجتهاد إجماعا خلاف كاللغس يقول أبو حنيفة أن نعان مثابنا لا يثبت وإنما واجتهاد ودقر لي ما دون وانا خطأ إجماعا وحسوق ابن تيمية وحسوق علي بن إسماعيل أبياري وحسوق ابن اللحام الحنبلي وحقر شيء ابن وزير الزيد اليماني رقوا صنبا السوق يجمع واجمع محقق قوي هذا بقى أبو قتادة هذي رك تحيط المسجد واجب تاعي محل أمر وايب الولادة تاعي وأنا هول عروسي مركز صورة الصور هذي بقى هوش سلا أي دعوي وحكى وركي بجوجب إلى لكن ظاهر النص فليركع ركعتين وجوب يا كجرة وجوب ك مركز رب الله الله هوش هوس لودجو وجوب كصنعاني شو كان إياه نمن دمبو زيدين أمويه تحية المسجد إنا يواجب تهاي عين ماذا روح قبا ما أرى هذه الأركنة على الله كيرو بل وإن ثيرنا هنا ابن بطال المالكي يقاضي عيار أياه وحي أتريا في شرحيهما وحي أتريا من البخاري بشرح من المسلم بشرحي وحي أتريا مذهب كإنا ذاهرية قبطه ظاهرية إنا قبطه ابن حزم مرسل مقبة في محله تحية المسجد واجب ما هو العدي وبكاء الله وكان نقاش طيب مذاهري ذا كلام قبل مركب وايد هاي نال كانوا حكوت جوريي إن صلاة أنك أهنتا وقت أنك أهين أيضا واجب أن وجوبا عيني أيضا إجماع نن خوشة خلاف مجلس أسبوع تاني هذه الغب شيو صلاة الجنازة وحكولها صلاة الجنازة فرض عين مية وفرض كفاية الغب شيو وحكى ورد مركب مس إجماع بسوقه إجماع فرض كوجا لأن الصلاة كانوا واجبة ويرق مريم بعد أبو عواني يرق سلف ويكمدي صلاة القصوب أي كمدي هاي أي ما بدن صلاة العيدين أي كمدي هين إذا مرك وحاول يجمع عسي أصو مصر إنه لكن سيد من حزمة ظاهريها ضيقة فان أوجد إن أنت تحية المسجد أي واجب تفرض عين تاي أصيل لوسقوري أي صح تاي الرجل أدرى بمذهبه وبمذهب أهله وطماعته إجماع مسؤولية يعني نسبة الوجوب إلى الظاهرية وخطأ سيدة رب العالمين إلى ابن حزم وإلى غير من الظاهرية مسؤول النوع رقع دمين متأخرين تا رأي وضم مقالان كالرأو مركة من مركة الرأب سيدة أبحاث كور هذا كور بتلماني مزيه هدان هذا كور وح يريئو سنجر وواجب إذا إجماعهم على عدم الوجوب وأم حي وقرنا صارفة للأمر مرهنا
وليه السبب الورود كوران إذا شجعها تعديل كدرانا قدر الصدى إلى عدوك أصل جزء سعيك وكجرا وقرن يساعي مرك هولها مرك الله فيريو جمهورته أما مسلمين تبلان كود أما إجماع بس إذا نرجع قارقة أي مرة هي وحي ولي هاي تعيد المسجد ليست بواجبة ظاهر النصوص نوع إنه واجب تاعي وليه إنه واجب توحاتوسها هي إليه وذاتها متعرضين تاع سليك الغطفان إنما حوض خطبين أيه أيه صوغة لمرك أصل كفرس إنما بحور ما تقتل قدن توبوا يا نبي عمصيب وري مئة كتيم ما كتوقع شيء ما يا استاق خم فصل ركعتين سحابي كلو فريستي استاق وتكو حيد أن نوح حكى الجواب إنا نيك الصوت على إنسان تبغى صوت الله بصدي نبحر اجلس فقد آديت وآنيت اركع ركعتين نيك على مدي طيب حلي نيك اللي يقول اجلس فقد آديت وآنيت وحدي عكرت من أنت حكى كسرت كذي وهرؤوس ونقاق وتفضل الله بصدي مركوا وقال السيادة نصوص بحد مدائن يفوت اسجل ليس أو المهم أو ما أرأي بالسورة هذه أيمهر ومتقدم وقبة وجوب التحية باب الرقصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة نسائي وحتاجرسين هاي جمهورة وحتاجرسين وحوقبة مسكين لسوق لك لغانا بحكة بدون تحية وأصوق قبة استدلال كيسان هذا واقع هذا باب الرخصة في الجلوس الرخصة هنا والرخصة هي اللغة وهي الجيدة إنه بنانتا إبا حدي اسك شرعي هاي سلف كمان قال لنا أبو المعاصرين من السلف كمان قال لنا صحابية طالعين من قال لنا صحابية طالعين هذين اللي هلون بارستيبين انت قدم سواء كل يوم متاخرين ويبعوك تاي طيب اللي صحابية طالعين طبقة الاعتبارية مركة قاركود ما دام السوق قاعدين بعض الطابعين المجتهدين هاين في زمن الصحابة باب الرخصة في الجلوس فيه وذلك الشارح اللي بسكيه سوان رادي وان لا يبو له ونقل موسى كريم وستوصن واخري بحثك حديث كان في ريي برك موسى إشارين موسى إشارين قبل المتأخرين وحقبه زيدي لف الكود وكتاب ضوء النهار المسرق على صفحات الأزهار وان في رسالك إلى حال نسك دنبوان إيغي برك كواي ويوم بعد النقاش هاي حتى أي مدى هوري زيدي له ما يسون قترنين صنعاني وبكتاب سامحون المنحة منحة المنحة حاشية ضوء النهار قد إذا كنت دفاع كنا قاشها باب الرخصة في الجلوس فيه فضل كل رخصة إن لا تحبر يستمسدك يقول الخروج من لا قبح كر بغير صلاة صلاة الله أن لا قبح كره لا شك إن يفضل بغنت النصوص بدنا يكون تمت صحابنا يتكن جرين لكن وحلقة الله ومسألة خاصة وجود كعيني قاعد أخبرنا سليمان داود المهري قال أحدنا إن وهب عن يونس عن ابن قال ابن شهاب حوري وأخبرني حديثك وحائي والرمي وإيت بي عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب بن مالك لما نوى الله عبد الرحمن عبد الله بقى وإيمان دون إن شاء الله تعالى كتاب النكاح والطلاق بكو إيمان دون حديثك صغوك ومغازر بكو إيمان دون هاي زهري أيام مرنا حديثك حكوري عن عبد الرحمن ابن كعب عن أخيه عبد الله ابن كعب وصل هذا ينودي قال مرنا عبد الرحمن بن ماشي كسالة وحكوا ليا عن الزهري عن عبد الله بن كعب المالك عن أبيه كعب المالك لبضى الطريق بينما نوحيدا هين مد كان لبضى ولي استبدت هاقينهم بقى محفوظة متصلة وحكى لا ينقطع بها كجرة ابن الزهر المدلس ما هاي نسائي يحفظ وين وحيد دورن هيا لبضى سندبع إني صحيه محي واقه وري عبد الرحمن وحكى قد أنجري بعدها نحو لكل عبد الله بن مالك إذا لا بد طريق بواسطين للصلاة علينا ما ينسوا بعضين دون كتاب الطلاق ممكن نقارنها مع كتاب الجهاد. تعالى وحوري مرك عبد الله بن كعب سمعت كعب مالك بن مغلي يحدث السوق الشيء هاي حديثه قصدي سكشكين حين وقت يتخلف وكذب مري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دولان كتابه سنة سجالاتها إب أنا إفقع صحابنا أيضا حين نقول بيان عام إن في عام أوجي يكذب مري قال وحول مرك كعب قصيدة بصوغة من إمام كوي وصبح رسول الله رسول كياه بأواب ذريستي وأصبحنا في صحيح قصة قنطاي وصبح رسول الله من الإصباح نبي محمد أو التصبيح أيا وبالاستحالة كوني قادم المدينة سوق الآية وهذا سؤال سنة أسوء سعري وهذا في أقوم بري مدينة الضلات كدوي إذا ما أنك نبغى مدينة سوق لا دواسك عبد هيو قادما من طبوك وكان إذا قدم من سفر نبغى حرقا أولها أو سنلي سؤال رقا كي سوانا أكسان مكو سفر كي مادو بدأ بالمسجد مسجد كب الله بجري أنا قد يضب صمالنا إنه ذاتك ملكي ما داما حكب الله بقرقيس
هذا كله أرض جوري جيّا بالوديهم ناشا دجان بالولد مساد يبيت إلهي أولها مجرى بدأ بالمسجد نبي المسجد وكوب الله مجري فرجع فيه ركعتين لا ورجع عود بكوت كان جري بيت إلهي والسلام مجري مدخل مغاير ثم جلس للناس ومد أفرس جري ثم جلس للناس مساد كنا حسنا بوفرس مجرى سيد الله سلامة ومسلمين تي دقيدي ينبغ الله سلامة اللي نقولي هوانك يا عرورتي يحضى الخرف هذا وفعشر باكرد عمدنا مقا بولك هذا يركع نمان بانا بولك حسان بيلي كوي مادا بيت إلهي برطمها هل كوي مادا بيت كده حفاليس الأصل اعتبار الأوصاف الواردة في محل النص بين السوين أما الأصل اعتبار الأوصاف التي في مورد النص إذن مسك النبغ وقلت كان هاي وفريزان هاي مكونه إماما ورئيسا للمسلمين به حقا نقوصا الله حفيظ وين يميل ببلغ ومضع وفقا بالأوصا هايزنين قرقسا أمسا أوصا ديقينين من سدى سمسك أقول ليحاني أنا فريزاني مسوى صنة مستقلة بذاتها أو رئيس يا مرؤوس يا أمير يا مأمور بلا قرب صنة هو رأيك أصدقاء عرص ذاك تاغن ظاهر العبارة الوحاد مودة وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس إن هو في الرئيس مروت أطلوا حق عضين هي مركو المسجد كنت كذا وضدك الله كلمه وضدك مع سلاما ولا كهذا ماله قريه سموزا آدي جرين حديث لا عدي فاطمة آدي جرين ثم صنع بفاطمة فاطمة صلى الله عليه وسلم بريدين عروس الحال كذا كذب وحاسس سودا بين جرين طيب halka wax markaa ku jira qaraabada ka horeen hooyada iyo aabaha iyo walaalaha iyo ilmahaada iyo baa ka horeen salaanta xaasaskaada taayib idinku wada joogtaanbe meel baa idinka isku daali doone waa su dambaysaan bal qaraabada ay waan la arkaynin oo lagu horeey taayib ana sam isku ku jira falamma faala dalika sida markuu nabiga mishaalka u dhax fariistay jaahu waxa u yimid al mukhallafuna ku ila dimriyay المخلفون كوي الذين دغ بمعنى مسلمين تبعت تو دغ و كتري ايو مدينه كوجي لا تغبا لو جدا المخلفون من حيث الحكم او الادل والثواب انت بو دغتا معنى هوران لو بليه فطبقوا وحي غدو غلين سديتني دور بها ان من قص يعتذرون اليه نرجع دنا لو كان نقطه استانت او مشركين لا وهي حق با كلو غاين ول بعيور دار ان جرين يمي جرب ولا سو داي ويحلفون لو لو دارنا يد إن عذر الدار إلي من الموانع كقنطي وأيضا كسي الدار أهارين ودبتري وكانوا حيا بضعا وثمانين رجلا سديتين الدور نبي هاي منافق دار بندم قطع النهات فقبل رسول الله رسول الله بأقبالي على نيتهم اتخذوا أيمان الجنة بإله كيدي وقاشان بردارتا قاشان وقاشان على نيتهم ظاهر خوذي وحي عبدي إني عذر دار ليه ويستنكس أهارين ونبوك أقبالي وبايعهم على الإسلام جدد البيعة لخطأ يمدي حق البيع بأي يمدي هذا نبيع ونبوك لقال إيه هذا كده يلقيم الدونة نجيات كهرين دونة بيع عصب بيع مجددة واستغفر الله من جمدها فن الله وقوه دي خلق قليل ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى دمدها فرب حقوه دينا إياه أما عذر دار كأي شكتين بنبوك الشك كقبة وعذر دارك إن معنا ماله إلهي دين طب الدافو منبي أوجي هذا من سيد استفارته بس كي جبها هنا بعد أنا محاول معصوم الدم بالهين ده دم الداف مئة مرة مانك إله ودي سنجري ووكل وحوت الله صارت سرائهم سر طوضي باطن كوضوه وصي إن يدو إلى الله سبحانه إلهي بقلب قدوه ظاهر وحي موجود فين إذا نقص وقار الجهاد عذر دار يبدها يستيق وهرين إذا انتصنا حسكنا هنا وقاعد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول وين القاعدون نقطة لقاعد دوناي حتى جئت الآن وأنا مدبر هو في مكان وقلنا هو في باللابطي إيه انترفيو وصعود إيه امتحان يتحقيق وصعود معه عسكري حربي أيار الناس صعود غيبور فلما سلمت عليه يعني مكان نبي سلامي تبصم نبي وامو صدي تبصم المغضبي نعريس الموسود كيبور بالعيدي موسود موقت وعادر فرحبة وموسود رول عضين حناقود جروري والنبي كوان بو وما عناقين المحسوب وحنا النبي رضوا وكل التعين كعب المال وان عقبه وانسان من قبائل الانصار رجع النبي قطن قصو قصو دنتي بيعك واجع على الجهاد والاسلام قريش سمريوي وانا شاعرك النبي صلى الله عليه وسلم رجع الله مسنه
سيئات المقربين حسنات الأبرار وحي لورين جريول نمبا خلت كي جدتك قرب عبادة إيطاي نمك وذات كي عالم كي الدوني سنو قدوة النقضو خلط يرأو السمايو أو اسكب عن دبل هين يعني نمك لو حون نقونا يو شيء برنامبا خلط كي ساقو قليبات كي وحوين كلا نقون طيب ومضى إذا قدو القادين عامدو الصوماليات وذات كي خلط كو السمايو يا عامي وقو مسن ميليك عمى واحد سمايه هاي وذاتيها مثلا ييل هاي هذا هو جماعة صدى الحقوق وشيء ما أمس وترى وأنت إذا ما يشان بقول بكرد بي فلوه ده القصة قال يقولي أهم حاجة وخير الله عبوداتك شنكم بقوله ما حيت وحى أي جبا وحى نصمي وروادك والنفلي حقوق جماعة زي ما والله سوق البريه إنت يركي حن رضا محاجرة يعني خلط كايرك وذاك قالوا يبنبون هيا ما تي في بيكو قبل ما انتظم بوادي عامضة قصنا يصير ربض ee daldal ay sidii caan u cabaysay banka ma ilaahay laakiin wadad waxa weeyay in neefti ka soo baxda saxar isu bedelaysa hawshaad waa in laga digtoonaado dayl marka aad hawsha la iska ilaaliyo nabi umar ka falan ma sallamtu alayhi tabassama al-mughdabi tayib tabassuman wa ka tabassum al-mughdabi ruux la calag la caraysan ee muusoodki ma nabi muusooday marka wuxuu waa garta hadii kuma qala wuxuu nabi wajigu suka akhsanaya تعال نبي حول الكالي قولوا سبستاك فجئت واني من حتى جلست بين يديه هرت نبي فرستي فقال وحول لي نبي حول ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك ما خلفك محاك الدمريي محاك الرياضي ألم تكن ميضا نهين ابتعت من ابتعت ظهرك قاليتك أقصة بلاي ارتقى هذه فرص كالي الدولانك سابقك زمي سلطيرك وآهي مرافق أبي حولينا محمد الله way kala booday inta wax diyaari way kala booday dhaxday ka jabtay kana noqotay nabiguna calaam al-quyub ma ahe saayir kisa soo qaban laha soo koon horbadaa ka u qabsaday faqut ya rasuulullaah inni wallahi nabi allah ilaahi baan ku dhaartay law jalasoodan fadhiisan laha inda ghayrika ahad aniga ka ahayn aktiisa baan hor fadhiisan laha min ahli dunyada dadka adduunyada dhaqday ee boqorada iska dhigaysan ka taaga la raaytu waxaan arki lahaa boo ila ii muqata amin kan ba anni saakhruju min sakhatihi عريس أن كجب حلها بشيء وحون أن كجب حلاوة نول بقى عريس نظام هرب فريزك إن أنقيل هي جر الحجة أن كل يردارته أن كبد بل أن كيري كرو ين آمن سنة هيم محايا يري ماذا قال له لقد عدته جدلا أفتأفى إلى يسيبولي بيرا صاحب الكلام بان هيم ورمتي فصيح بليغ أم مصيبة لقد عدته جدلا إيه فصاحة وكلاما أفمال بان هيم وأن أفمالها يا نهيم ولكن والله لكن هذا محادي ذي راه ولي لك رب عبده إيماننا وادي ذي حكر النبي الله عديم ولكن هذا يشاء والله الله قدرته لقد علمت وحن أجايب لين حدثتك ضمفوش ومانت اليوم مانت حديث كذي من ورد بيان أنجرين لترضى به صد بين تأبرها النقطة عني أنا حقيقة لا يوشك وحاد دو ودعي أسود دقدقوا إلا كبرا دقن كيسي يقران كبقان نقارني أن الله يصدق علي ربنا يعريك جلبا وانتي الله يجور رمو وركي يقول مال الله صار يكدي من آيات القرآن زود دقي أي ماشى إيمان أما وحي كلام هذا الحكوم قانو على ماشى سب دقي مرك على النبي محمد كجوني لا هذا تاجن أنك حافظنا كران ديار وعيب مد ربي وكور رمو القرآن زود دقي يوحي لكل شيء وضم بذبر ماي وحول حكم الله ولا قد علف ولا إن حدثت كذا كل شيء حديث صدق حديث ورطب أعطان كل شيء قبل وتجد علي أدي وعرون تجد علي تغضب علي تجد علي أدي وعرون بدوش إذا فيه بالحديث إني لا أرجو حاجين فيه بالحديث الصدقي عفو الله سبحانه وتعالى إلهي إذا في الديسة إمام بارك الله زاره هم بانسك شيء عرض أنا ما وحن رجينا يا أبو الإنا إلهي سبحانه وتعالى الدم بدار الإسرائي وأدونا آدي عفو قل قبل وإنت وأرر قل قبل وات ما خلفك أدوك الله يا والله الله أقول أرتم ما كنتم ما هم برقط ولي أقوى منك حلو بدن ولا أيسر كهذا صن وكتنا صن مني أنا حق الجحين تخلفت عنك أنت النولا ما نقدر حلو بدن أنا حلو بدن ما نبي لهم رهيب وح إذا قرن ما هي شيطان يبلا يوديم عذر دار من هي وعنه وح عذر أن لا هاي مجرو بدنك يلا ظاهرة شيطان يدفع عنك أيوه ولا أيسر
مني مثلها إذا الفوضى أما أن مال يسار أو هضم تمني يتناند مذا حين تغلبت عنك ما كان قادما فقال رسول الله أما هذا فقد صدق وركوا كوبين يعني نبحر أما هذا كان صوما وماذا تفسيريد أيه فقد صدق قم بورشيغي قم استقبل حتى يقضي الله فيك إلى ربك حكم استقبل بدقونوته من باطاه سديتني اللي احنا اللي قدر ما يعد وجدقات وسديتني دور إلى ربك حكم حكم قونية فقمت وان استقبل فمضيت وان تقي مختصر أي هو حديث مختصر ونسوع علم دون أي صور غير حديث معنا دخل زي لما فائده فائدة فقية وأخرى أصولية تكوبان ومحل الشريك الشيخ هو محي مسائل كنال محمد بوصوق علي فجئت حتى جلست بين يديه تعيد مسمته كان كعبنا البقوية النسائي مسائل كي بوصوق علي نبي محمد بوصوق علي فردي وضلك بأي الله الله هي مسائل كي بانصوق علي ركعتين بانتو كذي ماشيكم مقل الظاهر هو أنه سنتو كان لأن الأصل عدم صلاة حين كان لقوم الشيقين إنا لقوم الشيقين أصل كان هو عدم نهاية انت وحيت صيصا تحية المسجد إنا يسن واجب عين آهين على الناس نساء استلك سوهالك هذه الفائدة الفقهية أما الفائدة الأصولية وإمضاء نوصوت المعنية أما هذا فقد صدق وحكجر الاحتجاج بمفهوم اللقب عند قيام القرائن أما هذا اسم إشارة واللقب صوم هذا اسم وي أما هذا كان صوم ما أهو لأن أنا جاي يجيب الصوم على خد إسكريب أنا بقول صوم ما هذا ترى هذا مرة حاوي فكرك مجروي وروشي يسمي يوشو كل أنا بقول ما الصمين بعدي أنا بقول رقم كله على لحظة ثم يلا برا يلا مرة كان أنا جاي يجيب الصوم على خد إسكريب لأن بقول أما هذا كان صوم ما أزوج فقد صدق مفهوم مخالفه حاوي غيره هاي بين بيشيغي وانتو ذكالي سديتني لحظة عرطي اما بوركي بين كبيشيغي وادلة لو حجيست الامام ابن القيم يحنى برضبة مفهوم اللقب انو حجي عند قيام القرائن تفسير كنبي اوسن ايه وقارنة قائمة سديتني طورنين ايه الرئيه ونبي اوسن تصديقين ووحي الشيطان اسكا اقبالي حقنا دمدافة اوه ديي رباط سيكتين يا بين باسي من المصنعين كعبا يمد وحال أما هذا فقط وقرنا قائمة قرنا التفصيل بين 89 وبين الواحد الصادق حتى تجزئين من كان يهين محو هايين بين الغياليين أصبنا أورون الشيئي لكن حافظك الحلو حنقدر إن هل كان مقصوم ما يحولي وحال لقى الريبا هي لابد يستحي بدرين تأي أورون الشيئي لابد بدرين تأي هلاي من أمية إيو مرات من الربيع لا بد أصل لجست الرياضة هي دي البعيد والصورة لكن أصل محاوي تفصيل كمقارنة قائمة على أن المفهوم اللقب والحجية عند قيام القرائن لا بد أضم رمك على تبينا حديث صور دير وإيمان دون أبواب كوكو جوين ترى سيد بخاري بيالي سيد محمد النسائي رأني جدا ويوم قام إيمان دون صور دير ومستر الوكيل دون إن شاء الله تعالى بخاري من أوقف عن سياق حديث كان كهية في صحيح باب الصلاة الذي يمر على المسجد وحبابي هاي سو كتاب القبلة ما جاري كذا وإنه كلام عين هاي باب الصلاة الذي يمر على المسجد وحباب يروح مسك الصومر الصلاة ديسك يعني مسك هذا الصومر إنه كنت كان أخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم من أعين قال أحدنا شعيب ابن الليث حدنا الليث بن سعد قال أحدنا خالد بن يزيد الجمحي عن ابن أبي هلال سعيد بن أبي هلال الليثي قال أخبرنا مروان بن عثمان ابن أبي سعيد المدني من كان مروان إنه ضعيف يا إبا عبدا مرعيان ذهب حلوى مختلف في توثيقه حابط حلوى ضعيف تضعيف كاسا لوبدا لكن نسائي أصوى هذا الكور بأنك ضعيفي أو يري لنكاسي إلهي سبحانه وتعالى حجكم أنه أنكر طيب ومن مروان من عثمان حتى يصدق على الله حديث رأيت ربي في سورة شاب أمرد جعد رجل وريه بكجرة حديث كاسو يا الوري يوريا وحديث الله قد قال ما حفاظ لنا الحكومة المنكر ياي ابن تيمين وفضليه كتاب سبيان تلميذ الجامعية بقول صبح عقود أبو قضاء الحديث كاسي أوليسا يوح الله البالا مركز سيدة سبار نقوتي حديث كاسا النسائي اللي يريد مرة من حجة يا سنة كبير بها كدر مروان من عثمان منك أعطاه هنا ومن مروان من عثمان حتى يصدق على الله سبحانه وتعالى مركز هذا لكم حجي السنة في السنة طيب عن أن عبيد ابن حنين أبو عبد الله المدني أخبره عن أبي سعيد بن معلى أبي سعيد بن معلى قال كنا نغد الى السوق سوقا اكلي جري على عهد رسول الله النبي محمد صحابي ابو سعيد المعلى وانما لو نكي وكو خلدي
قاض البيضاء وفخذ أبي سعد الخدري وخلي كنا نقض إلى السوق سوقا أكلي جري على درس الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد مثل أن مر جري فنصلي فيه وفت كان جري ضعف بسان كجا لكن نسائي يمشي مرك حتى أدي الله مرهي وضنك الله سيسعده وبيت كلاه لما إن الله اللي قلت كذا إن أيوان أحسن تاي السنة هاي أيوه مرك الشيخ أدلي شري باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة مسجد كإن الله تحفظ ديو أمانك الله أماني صادنا لصادنا اللي قلت أخوانا قتيبة بن سعيد عن مالك عالم الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة ملائكة إلهي تصلي وحيود عيسى أما أمانتا على أحدكم متكين ما دام في مصلاه أنت وفر يمشي كنت كذي في مصلاه ذلك وحاول ماشي أنت كنت كذي أضل غير عن هذه ماشي أتقع من مسك ضرب كذا أما الدعشة أما الدعاء أما هريك هذا أدوبرته أنت على يصلي قدن هلين لكن الروايات كلا عدي ما دام في المسجد مسجد كأنت كنت كذي نجوت ما شبع أما ضل ضرب حد أجر أما هو صباح قصب ما أنا ماشي أنفرده رواية مركة بخاري ومعناه والعدين الشباب الذي مصلها أصلا أو مصلها مع عامل وجد ومصليه المسجد الذي صلى في أكتو كذين ما لم يحدث هذا يسمى ويسد كجم ما لم يحدث حدث كاسم حدث عرفي قهابا مسواكي شرعي قهابا عفوا حدث معنوي أمياء مسواكي حسي قهابا ما لم يحدث يسمى في الله إيمانين هدوصا روح حمانين هدوصا إذا بدرقوك عين سندم بالسمينين مياه وحدك معنوي اها ذنوبتي يا معاصي حد قدب كميه مسوى حدك نافقاتي ما ضاها يا ويسجب ويسجبين روايه اما لم يؤذي به باتمن ما لم يحدث وما لم يؤذي به دمعه اوسن كدبن بمعنى نيف نوطته اوسن كدبن هذا الحمار اوسن كدبن حن اذا درى اوسن ليمن لبدا معنى ان لو عليا يا حبنا حدك حسق اها يا كي معنوي اها حالك معاوي بدع السوق هذا بدع الله تمام تدور فريد هذا بدع الله كعذبة أبوه فريو سوت كده وردين هاي يلا بدع الله كعتوصل يستغلها بعض الله كعذب حكوز عن ماي شركة وسوا حضري وحيرنا هاي لما قلت اللهم اغفر له الله قلنا اللهم ارحمه الله قلنا حارسه في رواية اللهم صل عليه في رواية اللهم طب عليه أنت رواية ما دين طيب لكن رواية حالك أبو هريرة أيا عضينا يستحديد كضينا رواية كمذا نن أعجميا وحضرميا يا وحوي يا أبا ما الحدث ما لم يحدث به بروحه فصام أو ضراط مرك حدث كي يقول الحكوب السري حدث كي حسي يا أبا حكوب السري تفسير كاسي ما تفسير تمثيل باء مسوى تفسير تعيين حلو بدين تفسير التمثيل يعني عن شروا محدل واتن بعضه يعني عن شرور رب حبضنا ما محمد وحوري كرو كلوي وتفسير كل نوع جاء تمثيل جاء سلف كبضنا معنيه كلام ما لم يد جديد ما يود دور مي وهذا حلي مرة دوس حبيب الفاسري لور دقائق ما يور كلام وتفسير والراوي أدرى بمرويه ما لم يخالف ظاهر الخبر ظاهر الخبر ما خيال فيه تغيير أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا بكر مضر ابن محمد عن عياش بن عقبة بن كليب أن يحيى بن ميمون الحضرمي حدثه قال سمعت سهلا بن سعد الساعدية يقول رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد روح مثل كجرة ينتظر الصلاة أصوى صلاة كورنية فهو في الصلاة صلاة بكجرة نك المسجد كجرة صلاة كورنية فهو في الصلاة صلاة بكجرة من حيث الثواب والفضل لا من حيث حرمة الكلام صلاة كجرة حاجة ثواب كيأتي الخصوص عليه لكن أضوه سكفر ديو صلاة الزقاية والهلي والدروي طلبون قد قبان أو ضن ثواب كهلي مركة وتشبيه حاجة ثواب كي يفضل إما حاجة حكمك باب ذكري نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في عطاين الإبلي سبوين كجير اللي قلت كذور خي بدل الله يسكر يا بي عن الصلاة في عطاين الإبل جمع عطانين وأنا الصبر قيلة مكو علاش كعب وقلوا بلست أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث أشعث كاس حسن وحكي ورن هي يحيى بن سعيد القطان وحكي ورن هي وأشعث بن عبد الله الحداني وصدوقة أما وأشعث بن عبد الله الحمراني وثقة لبدا ولا بسوي أما أشعث ابن السوار الكندي أظن أنك ضعيف وليس من تلاميذ يحيى بن سعيد القطان يحتاج قضاء مكة موريه لبضى أشعث نيني من يهي ولا ترجع والرواد يشراح حفاظ يشراح ووجع دين وايد أنا وانا قرن مين
مركا سكة طبعاً نقطة لبلا وأما عندك صدوق حسن هكون نقطة أباه هكون نقطة محو أسر الآن صحيح هكون نقطة عن الحسن بن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل المزني عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطاء الإبل نبو مضح كره حسب هذا قيل إن لقوته كذا عرضه محيط هاي جمهور حيدا وللنجاسة جمهور متأخرين محيط النجاسة ده وياه قيلوا الصلاة دي زي كذا عرضه ما نجاسة حوارا ما نزل إذا لكن رواية حديث قعد يزي عند النحبان وغيره فإنها خلقت من الشياطين فإنها خلقت من الشيطان فقيل لك أبو رأي كف قال من الشيطان فقيل صلاة كف قيوري هل كاسم مرة الشيطان كان من الشيطان كحقيقي لهذا وقبل يدب الشيطان بكسر الجيد ده مسيه وهوش أن صوم الرؤية العرب تطلق الشيطان على كل مارد عنيد كي ولو نبضا أوقع لبسا فالشيطان اسقدها بها نال بهائمي والدواب والإنس والجن معناها دبان لبري فإنها خلقت من الشياطين حق طبعها يضيق يطلب سلامتك يهراتد أي الصير يدردك يتدد كتيري با وأميلا آمن لغاية أضو الحمد لله يقوها يوالغو مري با قيل مركب لمدى وعليقان إيوه اللهم باسكاد بير مويه قيل إسكفة قادوي أصوه إسكفة ديو الرامسان هايو الصبان هايادي ونضان الكسو تحبه وديه ده ميت كذوما ماشا لغا قادي مرك قلب سنة أريج يا من حريج اللغة جداوي يا ما يرى شيطان كسر جدو هالكاز قبل الشيطان هوش ما سازي لعب اللعب ضيع خلاف كان واجرة الرخصة في ذلك بنين اللي سكوب أن يقول قلت كان كرو جيل السبوين كيس نسائي هوش بس الدواين عيا أخبرنا حسن إسماعيل ابن سليمان المسيسي قال حدثنا هشيم بن بشير قال السلمي قال حدثنا سيار بن سيار عن يزيد الفقير ابن سويب يزيد الفقير فقير بها وصول بامي وانين كان ابرك العاوي دبري وحاني ودانو نين كان ابرك الصول فقير لبرو هبي ما سو لوغين امن عطاء يا ميل لاقا يا سو عبيسي فرقها قارت الموقت استلقى حكولي دغخ بلانو عبي كلي مر روخو ني سيمي بعد مودي سو سعيد مر كف كان ميل فرق دبرو كجباي مر دبرو كولا فقار كون واحد قوله لو دبرتنا ريدان دبرت يا فقار كلي ياس مر عن يزيد الفقير ابن سعيد يزيد كذلك الأول دبره ما عنك صور كأي فقير كأي حوله يا رمى عن جابن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض وقف على قدر مسجدا نبلا فلان الضال والرواد عبادة كمذا ولي بثقات كإمام فلان الضال بل يا أسوى وسعطور وافق هذا بابي ما يعلى كل ذي جد كي بكهوة وطلب قرمه ويد يبوس وقاس مال الله وادم الله طويل مرك الضال في الدين ما هي الذي ضل في الطريق هوي يا ذكور ما قاعد أقمت معناه هو كبرني أهل العلم وقارب صديق عليه وكبر بيضة سكوفسنا جعل لي الأرض مسجدا وطهورا ذلك وحلا يقدر جمال أن كنت كذئي وحن كطاهر طاهر قاته أيما أينما أدرك رجل مال الله ما يشور من كهر يلو من أمة مضي إذا كمد أصلا أو كهر صلى وتكمل نستمع كل جنية جعل لي الأرض مسجدا وطهورا أرضا وحكمد أعطان إبل كمد صبي الجيل أرضا كمد تايبور أنت وحكدرا عموم قدم بأيما أينما أدرك يعني أدرك في المكان جاي معنا الشرط ودتي وشرط شرط من بيت وجل أيما أينما أدرك رجل ونكر في سياق الشرط من أمة الصلاة من أمة الصلاة صلى وتكنيا صلى وفعل في سياق الشرط أينما نوى شرط رجل ونكر في سياق الشرط أرض عموم بكجرة صدح ذا عام أما عموم بمشي الله أي حولي هاي ويبنان في أعطاني الإبن اللي قلت كذو وحديث خاص أن صوم الرأي جمهور العلم وحي قبان الخاص يقضي على العام ولا تعارض بين خاص وعام بلكورن بقى اللي قلت كان مالي إلى هي أصور هاي مين استبدل جيل أيه مزبلة أيه مزرة أيه مقبرة أيه حمام كيه وحيابها الأصور هاي مين مين أنت كلورن بقى بنان مرك الخاص يقضي على العام ولا تعارض بين عام وخاص هذه قاعدة الجمهور لكن هنا وحيم مقال إنك صوص إشارة شارعه نسائي ينوئي إنها هي قاعدة الحنفية قاعدة الحنفية وحوي الخاص لا يقضي على العام إذا تعارض خاص وعام قدم العام هل كان سيقول التغيين عام يخاص بيس تعارضان عام كالغور رقمي بل العام إذا كان متأخرا فهو ناسخ للخاص بيبقى لامبا عام كالضنبية خاص كوريب ونسخها هيا جمهور وحيليه خاص يا عام مر بهذه سوي مادان سواء تقدم الخاص أو تأخر تقدم العام أو تأخر على يتحال جملة وتفسير خاص كالهور مرنية أو الغرق مي
عموم كان يمشي ذا لغو باقيالي جملة خاصة والغسو استنانية على قصة التغيين أما الأحناف عام كودون متأخر ياي ناسخ للخاص هبدأي لك القرن وهي مر كلمان عام كبال لهور مرين إذا لم يكن الخاص متصلا هذه خاصة عام كتب دقينين وفي سياق كوة إيمادان في دليل خاص في دليل معين من الجهد والك لبقين مكايدا لكن إذا كان الخاص والعام متعارضين ولم يتصل أحدهما بالآخر فالعام يقدم نسائي مركز نسلي مراد مدى نص خاص وصول شيء عام بو كانوا حرية برنانطة ما لو قلت كذا مع السبب الجيلة في ودها لقلي مركز هالكاسا مدى إنه أصدق مرأي باب الصلاة على الحصير إن لو قلت كان كرد درمها وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا نما سلف كف ذي باجرة درمها لو قمت كان كرد وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا لقف قادو طيب هوله قال يهوله هو اللي قد داي مد كلين وجه قال روك القبطاء ولا أحسن وتواضع كفي عن وضبورك أسبرتها ما إذا أساس وتواضع هي حصير والله شيء هؤلاء إن أهل مارين يجين الله يعرف إنهم بعدين تبغى هواين وبابي إمامك وراهم كبر تراجم البخاري ين كت ما هذا مثال كذا وكذا نوع عاصم أخبرنا سعيد من يحيى بن سعيد ابن أبان الأموي قال حدثني أبي أبي بن سعيد الأموي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن إسحاق بن عبد الله بن بطلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن أم سليم الويدي ويه سألت رسول الله رسولك يحوز أن يأتيها نؤي ما ذي وجد نبع الله إصابة وقيت القرق جيمو فيصلي في بيتها والنبي القرق أكدت كذور فتتخذه أي كارقة النائش والنبي أكدت كذي مصلى مكانتك مش النبي أكدت كذي بيصلي دقان مكانتك أكدت كان أما استعادتها أكدت كنيسة فأعطاها النبي وابو أتبو سليم قويس قبره ونقسم بيدا نبقى نجعل يهي فعامدت وحي أقصد دي إلى حصير درين بيسوقة في يجلي فنضحت مركز كره شيسي بماء بي كره شيسي ما لتنظيفة مسوى لتطهير مسوى للتليين صدعا معنا ولا شيء نجاس بها ويطهير يستي وعرورية بيلا هيدا لتطهير ماء هي نظيف بها طاهر بها هاي لكن ويسي وناجين يسوى تنظيف ما هو يرقل في سناي وقالها يعود مكان لقويه ويجوش العاي ويجوش العنيسي إما لتطهير وإما لتليين وإما لتنظيف فصلى عليه النبي كنت كذي وصلوا معه وانت كذي حيث كان مركب حديث مليكة كذي مئة واحد كدوان أم سليم وحديث كاري قضية أم مليكان وإيمان دوان طاية أنس إيوه أم سليم إيوه مليكة يقول النبي قلت كذي بابس إنه مركب بنانتا يقالها إلي قلت كذي وقلوك الاسكيح جنك رجول إنه بنانتا يبعدك الدليل يعني بابس صلاة على الخمرة سجاية دارتا إلي قلت كذي الخمرة ودارنتا يرتا ee wajiga bisu lagu tala galay ama ruux musalli bisu deeqda haday weynto lagu seexan karo waa xasiir haday yarto uu musalli tahay ama fadhi bisu ay tahay xaliyada marka khumra ligaada akhbarna ismaaciil mas'uud al-jahdari qaal hadana khalim harith al-hujaymi an shu'b ibn hajjaj an sulayman ibn abi sulayman ash-shaybani an abdullah ibn shaddad ibn al-had an maymuna bint al-harith radiyallahu ta'ala anha kaan yusalli 'ala al-khumra nabii wuxuu ku tukan jiray khumrada umraduna was jaayada yar ama galaha yar ama darinta yar sudarmi yar la samayn jira magarnaysa taas weeyo wana soo dhara hadithka babu salaati aal minbari minbarka duushisa in lagu tuugan karo imaamka iyo maamunta ay mararka qad kala sareyn karaan laana asla waxa way in imaamka iyo maamunka ay siman yihiin meel islaamna ay ku wada taagan yihiin imaamku uu ka sara maamunta maamuminta laana kibir iyo tarafu isqad ba ku jira allahumma inay haajati ma dad mooyeeri لما أقول تاجين السلام وهذا وصوا باب الصلاة على المنبر أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا أبو حازم ودينا سلمة الأعرج أن رجالا رج أتوا سهل من سعد الساعدي أتاجين لمن تابعيره أوفر بدل ما سهل أتاجين وقد امتروا أيه كشكيي أما كمر ما يصقع الضعفي في المنبر منبرك وحلا قسمي منبرك النبي محمد بسكو قبتين محلا قسمي حقيقة سجدة أما هو يكون شكيان امتروا من المراية أو المرية أما الشكي أما مران ما حيكون مر من مكة أما كشكيان مما عودوه جيده حق الله جيد كلا قولا إلا قسمي حقيقة سجدة فسألوه عن ذلك سهل بها وشاويديين فقال وحلو والله إني لا أعرف وأن قرنها مما هو وحلا قسمي وان اقانا بو مجو خي لغا سميه اما نينك او يقانا هاي ولقد رايته وحان اركي منبركه اول يوم وضع ما نقول ريزي ما شاء الله سو دغه بان غرم هيا
وأول يوم جلس عليه رسول الله ما نقول رسالة بكفر استكاد الخطبين وانكرنا هي بالله بمرك فافاين توات أرسل رسول الله رسول في الله بفرين دري إلى فلانة امرأة من الأنصار هواني أنصار بأهيد هواني أنصار من بفرين دري وعضو ملعي قد سماها سهل سهل بهواني لما قعاوي طيب أنا قاعد تقني كلين حفر النبوة هواني داس أن نري عمده نقص المرقدية دي ضفة فاصلة أن نري وحاف فرطاب النبي كل غلامك الضوم كالي هبلة أن نجار يكون دي فريامضة أن يعمل لي إنه إسمي أعوادا كثيرا يجيدو أجلس عليهن أن قدر الفريستو إذا كلمت الناس كما كان لها الله تذكوا باتين ولي برواك العدد في كمكة تذكوا باتين ونبي هذا في سجاري وأمدين أو ذاك وين مكا ما يلقى أركم مركا أبا هذا كوري استاول مدك عليه عسكت بوها ونبي عسكت وكا خلصة ما كنت داله فأمرته أدونك إلى الفرطي فعملها جيب كيبو سوي سمي من طرفاء الغابة الغابة وارو كبحتنا المدينة وصدح كيلومتر إلى أفر أجري نمانا سغال ميل بي بقارسيان با بقارسيان جيل النبي محمد جيل صدق الله لقودة الجري عرنينتي هودك إياك إنتي جيلك قارين بوي غابة ما كميلا يقارنو من الأدوي دوي أما الطرفاء وادوح إنه وفس نور بين وفس الجرين نور نبا أدو يا جيت كذا طرفاء عرتو إيه قانان يا أذكر جيسو مركز مواقع لكش أما أدرتو صور كشجر الأطرفاء يكون صوب نور كي أوسلونوي نور كن توسك أهم ودور كيني أسلوه وكل منكم حجاز كبه هذا قابك الله يريك وأودو يمعنها ودوها يسوده ويهي من طرفاء الغابة غابة كينتي أما قرشي دور كيني بقى لغا قرر لغا سمي قيت دور كاب وقيت ميلها وبيقى إيو قولها إيو لاغاها دحدو ذي إيو ميلها بيثارينكو كبه دور كواه تقانان بيلاتاي عصبو ياشا مركا حرونا مدقان جيلا مرمر لا عم وين يعري رجعك مرة طارت ما كان نبقى بتموي لو مدة وهذا أنت بدن طيب جيت كاسوي ثم جاء بها ولي جيلي بكاني من بركي بكاني فأرسلت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله با يودرت فأرسلت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو من بركي أعوادي بها أعوادي بأذن غنيصاي فأمر النبي وأمر بها إبل عوادي إن لدغن ميشن من بركة فودعتها هنا هل كان الله يبوي نبي وكوخد بين جرين ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بانك الرقية أصدقوا كروك ولي من بركي واجد ذنبي فصلى عليها كتب كذي وكبر واتكبر سصادي بحبي وهو عليها أصدقوا دور صارا ثم رجع وارك وهو عليها أصدقوا صارا بمدوشة دور ركوع من بركي ثم نزل قهقرة كذا القلال بأصبع أسود دقين فسجد الحكو سجوده في أصل منبري منبرك جريد ديز ماشاء الله لقوا كهيو يكون سجود وين ثم عاد ضرب ركعت اللي بعد بكر قرينا بقول منبرك فلما فرغ مقصاد دمي أقبل على الناس ذكب الصواق قبله فقال وحولي يا أيها الناس ضدوا إني صنعت هذا سدنا يريد وين عفوا إنما صنعت هذا سدنا حانوي لا أكلية لتأتموا بي إن تقول ضيطان في رسان قابضا قلت كنهيو ولتتعلموا ولتعلموا صلاتي صلاة إذا أذوقتها طالب كبدا لقوين هيوه وابتائي افتقد يقتصر في المالك وكالوه لبضى الطائية لقوب لا فعلك مضارع بابا طيب مدى الاسكت قوية ولتتعلموا صلاتي صلاة إذا أبرتها وقرتها بان قوية لي حديثك وحلقة قاتي جواز الصلاة على المنبر للحاجة والتعليم حقا وحلقة قاتي لقا لقوية قانا ومكا وحس كبه دجل إنه مضى أدكتو قوتنا والله صعب ما تحبا إزبدالي وردك عمر بقايان جري أو كوفيد بقايان جري أو وحاول بريهن صار حاس الرأس أو هيرد طع طلعينه يبص على معز بدلين وهذا ونما يحبوا حاجة تنا إلى لما ذا قرميو قام الشكية بلصع بدله تسوقره ومدى وعين الله شجع على قدره نبي عوري إنما سرعت هذا اللي تأتم به نبي قرآن من بركم تكنجر ركاس تكنجر وحاسوقر دوين مدى الوب سالو عن الوب اجتهادين هديك ده الصوب كأي هو اجتهاد هيا حقول لي معانا بساتو يا غني نقطة كاي وحاطك هورين صار لو هورين وركن نوع عبده عقول الله قاتي استخدام ك وحي مصلحة مسلمين قصة أحسن إن ضدك حلو دينك وسؤالش لسيدي لا يزرعي ولا تزعم الناس شيء المسو قال يزور في مصالح المسلمين مسلمين تالله اللي ودي ورقة لك يا وكان كان أقونتي يا أيتامتي يا أرامشي يا مجاهدين تدب كودي يا قعدتي وسوق حي بركعي باهيدي معروشي هولها سيحاول سؤال الناس معها وما حي ومصلحة المسلمين والله وضعي وكنا بقول يا سلام كعب سلام أكوعي
هبلي المرأة قبادي ريبني فزاري أو بكر أوسي بلا سرقات دوسي سلامة ونبي ولي استقبادي سوء ريج قبادة قول حسن ويهاي من أجمل النساء العرب حنا محمد ولي ما نمفيرني له الدواسي ذي نبي وسكيوتا مرقى عرقين حقانها يسلم مكعو أكوع يسعي مصر وقرم يسلم أروز ما دان سكوري ما نبي قال سلامي ورقبادي ما سوء ريجيس نبي الله ولي ما نأجمرنا لا تساك و هي إذا طيب نبي أنتو قال يقول لي يحبوني بيرام مكة مسلمين محبوسين بوقف فورتي إلا قرشة قبلها تعلاي قبلها قرصين ورقبها قاتل رجس وداي يقول إذا النبي يقول سؤال شخص أصلا في مصالح المسلمين إذا كمجر من باب المنهيات بل هي من باب المأمورات باب الصلاة على الحمار ضمير كدوش شيء اللي قلته كان كره إلا من باب المنهيات ضمير يقول بتاعه أخونا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن عم يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حماري نبي محمد ودمر دوشي كنت كما أركي والحال هو متوجه أسيجيه إلى خيبر حفاظ ربا وحيلي النساء كمدياي رفضي على حماري ومحفوظ معها وشاب معها محفوظة يصلي على راحلته يصلي على دابته يصلي على ناقته على راحلته ومحفوظة لكن على حمار وحال انفراد بدن عمر بن يحيى المازني وشاد لا يقبل بيتين حفاظ فربنا ومنه الدارقطني وحكمت النساء باكمدة بخاري باكمدة أصدقنا طيب أخبرنا محمد منصور القوسي وقال حدنا إسماعيل بن عمر الواسطي قال حدنا داود بن قيس الدباغ الفراء عن محمد عجلان المدني عن يحيى سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأركي يصلي أسقه التكنية على حمار دمر دوشي والحال والراكب أسي السعود ودمر ساريه أبا أقاد ساريه إلى خيبر خيبر حقه إذا سنوين كبير حقه تكنية والحال قبلة خلفه قبلون أي كدام بيسه ودبرك ودوين قال عبد الرحمن حور ما نعلم المعبي أحدا راوي تابع الراعي عمل يحيى المازن على قوله كل راعي يصلي على حمار إذن وشدود حفظ وخلافه وبه حكم البخاري والدارقطني والنسائي وبه حكم النووي أصلا أو كل راعي ماشى إلى المسلم ربنا ممكن نقدي الدارقطني أنت نو مسلم ودفاعي لكن ماشى حول الدارقطني من الله سبحانه وركب بنانك ويا الله بقولي وذلك شريحة أصبح حسكو دينو قد يدى كجوه مال مريو حاف نحد ما هو شعبه الريح حافظ ورقة الشيقين يوذلك الإثوبيان كبالله كفين وانا خطأ ورقة جماعة يرقه ورانا فانيك قصحا وحديث يحيى بن سعيد عن أنس أدن بيه كادا هنا أدن بيه الصواب فيه هو موقوف كان دمنا هو موقوف كان دمنا هو معلول بالوقف مثل هو معلول بالشدود لابد هو مصعون هيا حديث كان ضنبئي هذا وعلاين هي يحمى سعيد الأنساري قدن ببخاري مسلم باوري في صحيحين من حديثها ما من يحيى أصوغا من فعل أنسة أو موقوفا رواية البخاري مسلم بان حوق بدن وانا أوتو تلمام هايو النسائي سكس طبعنا قد يحيدك وحوية الصلاة على الراحلة أو الدواب بان نبي كسو صوغا دابدا أما الناقي نقوم قرطا أما فارس من نقوم أما وحكا لي لكن على حمار وشاد عند الحفاظ كتاب القبلة أيو إنو جوغها إلى الدورة شغل دعوة ونبضك سوى النقطة نبضك بالله التوفيق.